الحاله ديت في معلش وفي الحاله ديت هو جاي عايز يعوض كويس عايز انا من وجهه نظري النقاش ملوش اي لازمه في المباراه دي. ايوه بس دي ازمنه الملعب يا كابتن، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ابدا في الاول ان انا منهيش المباراه عليا، بمعنى ايه؟ طبعا ان انا لو ضغطت ضغط قوي مش هيحصل من الاول. مش هيحصل، انا متاكد. هو انا متاكد انه هيقسم المباراه على جزئيات، لكن اهم جزئيه بالنسبه له هو الجزئيه ايه؟ الجزئيه الاولى من الشوط الاولاني اللي هي الربع ساعه الاولانيه والربع ساعه الثانيه من الشوط الثاني، دي البدايه اللي بيقدر ان بيعمل السيناريو بيغيره. تغيير السيناريو مع النقاش، انا من وجهه نظري ان انا شايف انه ممكن يبدا بالسيناريو اللي هو التحفظي مش الهجومي. انا ماشي، بس انا كده خسران لعيب ممكن يؤدي اداء هجومي، لان ابراهيم النقاش ملوش دور هجومي خالص، فانا ايه اللي يخليني الاعب النقاش جنب يحيى جبران عشان احرر الطرفين؟ ايوه صح، ممكن عشان احرر الطرفين، لا ويدي الحريه النهارده سمير حداد ما يرجعش. أيوة. او فوق ما يرجعش فيلعب ضغط عليك عندك ويعتمد على هجمات. هم اوريدي ما بيرجعوش في كل ماتشاتهم، ممكن يشتغل على النقطه دي. هم اوريدي ما بيرجعوش في كل ماتشاتهم، يا ريت يلعبوا كده دول على طول قدام. هي الفكره زي ما بيقول، يا اما هيبقى النقاش جنب يحيى جبران، وفي الحاله ديت زي ما قال عادل هيطير الباكين ويبقى في حريه حركه وكثافه عدديه. يعني كمان انت لما بتتكلم على 4 2 3 1 انت ممكن تهاجم بسبعه او بتهاجم بثمانيه بس خلي بالك يا كابتن، هيبقى عنده تحفظ في البدايه زي ما قال الكابتن عادل، يعني اول ربع ساعه لا مش ممكن يكون في مخاطره. لا دي لا، انا في رايي ان هو هيعمل مخاطره من اول ما ينزل. لان مخاطره يا كابتن هاني، يعني اللي هو هيبقى فيه كثافه عدديه. أيوة. انا في رايي ان هو هيبدا زي ما النادي الاهلي بدا في الوداد، ان هيعمل ضغط عالي من قدام، وان هيكون في كثافه عدديه، وان هيحاول بقدر الامكان انه زي انا بفكر زيه ان انا اجيب جول زي ما الاهلي جاب جول في اول اربع دقايق. بس هو لو دخل فيه جول في البدايه خلاص كده، هو مش خسران حاجه يا كابتن. ما انا لو هو الفكر ان انا عايز اضغط اللي هو هيجيبه هيدخله في بص يا كابتن اسامه، في نقطه مهمه عايز اقولها لك يا كابتن هاني. انت ممكن تدي الايحاء انك انت عامل ضغط، زي مثلا احنا في النادي الاهلي مثلا الجون اللي جابه قفشه. لا ما فيش حاجه اسمها ايحاء، ما هو هيضغط. لا الايحاء يعني اللي هو انت بتضغط، ولكن في قصدي يخطف حاجه يعني انت في عمق دفاعي. انت انا ممكن اخليك وانت بتلعب قصادي احسسك ان انا بهاجم وانا بعمل دفاع كويس. انت انا فهمني؟ معاك لان الفكره في ايه؟ مش انك تهاجم وتضغط بس، الفكره ما بعد الهجوم ازاي بتدافع، وما بعد الدفاع ازاي بتهاجم. حلو كلامك، هو ده اللي بفكر فيه. لو انا بفكر بدماغه ان انا دلوقتي، ما انا اتفرجت على النادي الاهلي وعرفت هو بيفكر. النادي الاهلي يبدا بيبني من تحت، مفيش كوره طويله، فعشان ممكن جدا وارد جدا انه عايز يكسر الحته دي واكسر رتم النادي الاهلي، فهضغط من قدام، مش هتخلي ايمن اشرف ولا ياسر ابراهيم يبداوا الهجمه، وبالتالي النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هيضطر يلعب الكره الطويل، فهياخد الكره الثانيه. الحته دي الخوف منها انها تحصل، انه يكسر بس رتم النادي الاهلي، ان هو يبدا في الحته دي بالضغط. احنا بقى بس يعني هي فيها مخاطره يا كابتن، يعني هو عنده مشكله، هو عايز، ما هو لازم ياخد الريسك. هيا يا كابتن ايمن، هو مش خسران حاجه يا كابتن هاني. عارف ليه انا اقول لك انه مش هيعمل ريسك ده يا كابتن هاني؟ هقول لك ليه. لانه اهم مشاكله في المباراه الاولانيه خطوط الوراء، الاجهاد والاجهاد بتاع لعيبته وضعف اللياقه البدنيه عنده. لا يعني بص، انا لما يكون انا عندي ضفوف في حته الضعف اللياقه البدنيه، ادي المهام للعيبه على قد امكانيات اللياقه اللي عندهم. انا بتكلم اول 10 دقايق، مش هزود اول 10 دقايق. ما بتكلمش ان هو هيضغط ضغط عالي طول الوقت، انا بتكلم وما اعرفش احمد توافقني الامر، ان هو الاستراتيجي ان هو اول 5 دقايق، اول 10 دقايق يحاول يهاجم ويضغط. بس تحديدا في نقطه برضو، ان انت لما بتلعب، يعني لو جبنا الصوره اللي بعد دي، النقطه اللي هي الارتكاز واحد، ارتكاز واحد ديت هتفضي حته الزون 14 اللي هي المنطقه ال 14، ودي كانت سر فوز الاهلي في مباراه الذهاب. ان هو بيلعب بارتكاز واحد اصلا، ويحيى جبران مش مساك، مفيش حد بيروح يغطي، والباك اليمين والشمال مش قويين، او عبد اللطيف نصير كبير والباك الشمال ضعيف، فما كانش في واحد فيهم بيغطي او يرحل عشان يحول كارتكاز تاني. فكانت المساحه ديت اللي هي الزون 14 هنا، اهي الزون 14 بالظبط اللي هي المنطقه ال 14 فاضيه. فعشان كده قفشه ظهر، يعني قفشة طبعا لعيب كبير وظهر بشكل يعني نموذجي. ليه؟ لان الحته دي كانت فاضيه، المساحه اللي ورا الارتكاز كان بيلعب لوحده، وكمان اجايه كان كله بيجي يستلم في الحته دي، حتى حسين الشحات لما كان بيدخل بالعمق راح انفراد، لان الحته دي مشكله. من الرقم ده يا دكتور، لو الاحصائيه ديت يعني بحييك عليها،
يبقى هو تفكيره انه لازم يلعب اتنين ديفندر. لازم انا هو يعني تفكيره يعني انه هو يكون اتنين ديفندر. هي على فكره 4 2 3 1 برضه هجوميه مش دفاعيه زي طبيعي طبعا. هي طبيعي ان هي 4 2 3 1 ان انت تلعب بابراهيم النقاش ويحيى جبران توظيف اللعيب. ايوه بالظبط توظيف اللعيبه داخل اللعيب. فالزون 14 ده واضح ان هو واحد مش مكفي يعني واحد مش مكفي. فانت المساحه دي اللي هي اللي ورا دي فانت لما يبقى ارتكاز واحد دي اتمنى ان هو يبدا بكره بيه يعني يبدا بارتكاز واحد تقدر ان انت قفشه واجاييه وحسين الشحات يظهروا بالشكل اللي ظهروا بيه في مباراه الذهاب لان الحته دي بيبقى فيه مساحات كبيره جدا ودي نقطه ضعف كبيره عنده. لكن ممكن ان هو يعوضها بكره او ان هو يبدا باثنين ارتكاز النقاش ويحيى جبران ويستغنى عن واحد من الاربعه اللي تحت راس الحربه ويبقى الحداد وقوك مثلا والحسوني وقدام كزادي ويعمل نوع من التأمين الدفاعي أكتر ويحاول أنه لو جاب جون في نادي الأهلي في أي وقت أعتقد المباراة برضو بالنسبة له يعقربها أنه يقرب لاتنين صفر ويلعب ركلات الترجيح يعني ده أقرب فرصة ليه عشان يقدر يرجع. النقطة اللي بعد كده بقى برضو معانا المساحة نقطة الضعف دي برضو نقطة تانية للزون 14 اللي هي المنطقة اللي كانت اللي هي في حته محمد مجدي قفشه بالظبط اللي هي المساحه اللي بتبقى ورا الارتكاز ما بين الارتكاز وما بين خط الدفاع. كانوا عاملين عمق كبير قوي عاملين عمق لان هو يحيى جبران مش مساك اصلا ده مش مكانه يعني ايوه مش مكانه فعامل عمق كبير قوي مخلي المساحه. بالمناسبه يحيى جبران ده واحد من احسن لعيبه الوداد يعني بس لما بيلعب في مكانه يعني حتى لما نجيب ارقامه هنلاقيه واحد كبير بس لعيب مميز جدا. الصوره اللي بعد كده برضو دي برضو منطقه الزون 14 اللي هي نقدر ان احنا نستغلها لو لعبوا بارتكاز واحد اللي هي المنطقه اللي فيها اللي ورا الاثنين الارتكاز زي ما قلنا. اللي بعد كده برضو نقطه فيصليه ايضا في المباراه اللي هي المساحه اللي ورا الباك ليفت عندهم زي ما كابتن شريف قال ان لو يحيى عطيه الله ما بداش ممكن بدر كادرين يبدا المساحه اللي ورا الباك الشمال دي هتبقى ثغره واضحه عندهم نقطه ضعف. حتى حسين الشحات عمل ماتش كويس جدا في مباراه الذهاب على الباك يعني هو ما كانش كان الفينش بتاعه مش حلو ولكن حسين برده ما كانش وحش في الحته دي تحديدا. اعتقد هيجيله فرصه هو ومحمد هاني او مين هيبقى باك لازم نستغل الحته دي بكره في مساحات سرعه هنا في استاد القاهره باذن الله. تنظيم هجمه جيده من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال بعمل النوك اوت انا بسميها النوك اوت في المباراه ان هو اول هدف يحرزه النادي الاهلي. فاعتقد الحته اللي اتفضلت وقلت عليها ان هي ناحيه شمال تبقى اللعيبه واخده بالها من القصه دي لان انا شايف اللاعب ده كان خارج مرهق عضليا مش بيغيروا تغيير طبيعي يعني ده بناء على بناء ان هو بيهاجم كتير فالثغره دي موجوده يعني لا هو قدرات يعني صراحه هي قدرات يعني الباك ليفت عندهم قدراته مش عاليه وحتى بدر كادرين البديل بتاعه برضو على عليه هجوم كتير جدا وانتقادات كتير جدا في المغرب دفاعيا دفاعيا فانت تقدر تستغلها يعني الجبهه دي مهمه جدا وكده هم ممكن يساعدوني في نهايه المباراه بدري في الحته الفاضيه بتاعتي الطريقه دي المسافه دي تدل ان هو فاضيه ان هو بيتقدم على طول ممكن يكون بيتقدم في الحته دي عنده فراغات يا يعني اما زي ما بيقول الدكتور ان هو يعني دفاعيا يعني موقف واحد على واحد يتعدى منه الحداد ما بيعملش الواجب الدفاعي معاه ما بيساعدوش سايبر وكمان ما فيش ارتكاز تاني وبديع برده وما فيش ارتكاز تاني ما هي نقطه النصير الباك رايت هتلاقيه اقوى في الدفاعيه ايوه بديع ما بيرجعش يرهقوهم جدا علشان كده مش هيبانوا بالمنظر او بمظهر المدافعين الجيدين لانهم بيجهدوا ما بيدافعوش معاهم. هو دي برضو هنتكلم فيها لما نيجي نتكلم الوداد هيلعب ازاي. هو انا ليا بس قبل ما ترجع احمد وتتكلم مفيش فرصه لاي فريق بيلعب زي الوداد مثلا او زي الاهلي غير في التحكم في نص الملعب هو اللي بيبني للاطراف اللي انت بتقول عليهم وهاني بيقولوا طايرين هيطلعوا طايرين حتى لو فيتك الفيتنس بتاعهم توب فورم حتى لو هم جاهزين تماما حتى لو الفكر بتاعهم هجومي بحت يعني مش يعني مش عايزين يعملوا اي حاجه للنادي الاهلي يبقى الكونتر اتاك بتاعه سريع كل ده كويس بس هم انا ما شفتهمش ان عندهم من اللاعبين في نص الملعب كمان اللي يقدروا يسيطروا عليك انت في نص ملعبك وانت ما تتميز بيه النادي الاهلي اللي هو نص ملعبك الحقيقه في نص ملعبك انت في التحكم في الميس باص القليل جدا تقدر تلغي اي فكر لفرقه الوداد ان هو يبتدي يفكر تفكير سليم او انه يبني عليك هجمه سريعه او يبني عليك تحكم مظبوط انت او ضغط عليك في نص ملعبك لو انت هاني بتلعب لو بتلعب ارتياحيه وبشكلك الطبيعي مش مشكله يعني ما يبقى ان شاء الله عادل مش هيبقى مشكله. كابتن على الاداء اللي احنا شفناه منهم فرقه الوداد الماتش اللي فات طبعا ممكن يتغير كل حاجه ولكن على الاداء اللي احنا شفناه منهم واداء النادي الاهلي اعتقد صعب جدا صعب جدا طبعا تفوق انا النادي الاهلي لو في معدلاته العاديه ما فيش خوف عليه خالص احنا بنتكلم كل اللي بنتكلم عليه احنا ما بنحاولش نكبر الموضوع قوي احنا بنحاول على الشكل التكتيكي نشوف هم ممكن يلعبوا ازاي لكن طبيعي جدا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله كل ده بيختفي من خلال مجهود وتركيز لعبتنا اكيد.